اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد ان شاء الله في قناه ام العبدين. ايوا قلت نهرسوا شويه لا روتين ديال القرايه، لان درت لكم بزاف ديال لي فيديو تقريبا ثلاثه يعني سكسيسيف على الكونجوغيزون. قلنا شويه ندخلوا لعالم الموضه واللباس والاناقه، ومن بعد ان شاء الله اكيد نرجع للقرايه لانها هي مهمه. مهم باش ما نطولش عليكم المقدمه، اول حاجه غنبداو بها هي هاد الموديلات ديال الجلالب اللي الصراحه البنات رائعين جدا. التوب ديال الدان جو بونس شي حاجه توب، بالطرزه في الفوق والطرزه في التحت، شي حاجه اللي واعره واعره، وفي الحضور المناسبات خريجات يعني واعرين بزاف. فهاد الفوتو الثانيه كاينين معنا سيرفيطه تما على مود، يعني دوك لي جاكيت اللي كيكون مقبوطين. اللي زوين في هاد السيرفيط هو انكم ممكن مثلا السروال ما بقيتوش كتستعملوه واحد الوقت، يعني ديك الجاكيت كتبقى كتستعمل مع لي جين مع بزاف ديال لي ستيل كتلبس فيهم هذيك سيرفيطه رائعه. عندنا هنايا هادو صراحه هادو جلابه مونطو ديال الدان، شي حاجه زوينه بزاف، ديري ليهم بحال السنسله من داك اللي كيكونوا ستيل هكا بالسنسله هابطين، وكاين اللي كيكونوا بالصدف ومدرقين، وفيهم واحد لو تخيك من الكمام حتى هما زوينين، يعني كيتلبسوا شي حاجه زوينه بزاف. الدان هو اللي في البرد كيخرج، هو اللي فيه الموديلات بزاف. كاين عندنا هذا الفودا مونطو هو رائع بزاف صراحه، دايرين لي بحال ستيل ديال السيرفيت كيتلبس. كاين اللي كيكونوا بالكابيتشون، كاين اللي لا وبالسيوره في القدام، زوين حتى هو بزاف. عندنا هنايا موديلات ديال السيرفيطات، اغلبيه هادو موديلات تركيه وخدمه مغربيه، يعني زوينين بزاف. لا لاحظتوا كاع السراول ديال السيرفيطات دابا ولاو بحال سراول، يعني كلشي مقزب من مقصار من تحت بزاف، ما بقاوش دوك السراول اللي كيتلبسوا لارج ولا هذا، ما بقاوش على مود ولا على طوندونس هاد لو ستيل. واخا صراحه انا شخصيا ماشي شي كل واحد كيفاش كيشوف لو ستيل، ولكن الصراحه كتبقى السيرفيطه من كتكون مستوره وزوينه كتجي احسن. هادي من هاد النوع اللي مستور وزويون الصراحه، كتبان فنه وعلى مود ولوينات مختلفه جدا. ندوزو الجديد، يا سلام في الجلالب ما بين سكاي والدان، يعني شي حاجه واعره ثاني بزاف. هادو خرجوا دايرين فيهم دوك المربعات بحال شكل مربعات ولا معينات هكا، المهم دايرين فيهم نص نص، دايرين بحال مثلا نص تخدموه بلون والنص تخدموه بلون اخر، زوينين بزاف. بحال هذيك اللي في الكاشير ونوار، هادي كذلك اللي في الماغون نوار، صراحه واعرين. كيجيو مع لي بوت، كيجيو سورتو مع لي بوت هكا، كيجيو مع لي صندال طالعين، كيجيو مع لي بالغين، دوك ستيل سامبل يعني ما فيه لا زواق لا والو، باش كتبان لبسه سامبل وسويك. ولي كدير الفولار بيان سور غدير له فولار، كيجيو زوينين صراحه بزاف وعلى مود. وصراحه كل عام كل عام الدان يبهرونا بهذاك الشيء اللي تيخرج، صراحه الدان كيخرجوا فيه شي عجب لا اله الا الله محمد رسول الله، اللي تقولي زعما ما محالش غتخرج شي حاجه جديده، كيعاود يخرجوا شي حاجه جديده اللي صراحه رائعين. هادو بيجامات ديال جو بونس الموبرا، ما بين الموبرا البولير، زوينين حتى هما بالصدف. كانوا بقى معنا يعني صراحه خرجوا حتى هما التوب ديال جاكار، زوينين دايرينهم بالدونتيل، بقى غير هاد الجوج الصراحه اللي بقاو زوينين بزاف في الغوز وفي البيستاش. ودازت هاد البيسه هذا اللي حتى هي اونسومبل ديال الخيط فيها السميطه ديالها. هنا عندنا الخمارات، صراحه الخمارات اللي ولاو دابا الصراحه زوينين بزاف بزاف. الناس اللي تيلبسوا الخمار زوينين، ولاو دي خمار سمعوا ليا، ولاو خمارات يعني سبورتيف كاع كتلبسوهم مع لي بالغين، هذا كيجيو بحال البيسه والله الا زوينين بزاف ومحترمين. يكفي في ان الثوب يكون زويون، يعني الا كان الثوب زويون صافي كتجي اللبسه زوينه. خلاص الناس اللي تيديو يعني تيختاروا ان موديل وتيديو يخيطوا، وبيان الناس اللي كتشري يعني داكشي طالع زوينين. كاينين هادو دايرينهم بلي بلي ودايرين لي كولور مختلفين، لا بلوبار ديال الخمارات كيكون فيهم ستايا يعني كتكون في النوار اغلبيه، ولا ديك لا شوميز الفوقانيه كتكون في لي كولور، كاين اللي كيديروهم بالقب هكا وكاين اللي كيكونوا صامبل. هادو بخيسك كاع اللي فيهم يعني الموتارد غرونال بلو سيال بلو مارين خضيضر كاع الالوان. هنا كاين عندنا العطور وما ادراك ما العطور، عطر رائعه جدا، خصوصا واحد الباكره معروف مسك الطهاره، راه شي حاجه زوينه بزاف، يعني رائحه ديالهم واعره ديال العود. شنو نقول لكم، داكشي بحال ديال السعوديه الخليج، يعني داكشي زوين بزاف، وريحته كتبقى الناس اللي خداو كتبقى في الحوايج كتبقى في الدار، يعني كتدخلي ديك الدار كتشمي ديك ريحه زوينه. كاين هادو اللي وريتكم قبل
هذا في الخزي. يعني البنات هذه راه واعره، يعني شوف كيفاش كتلبس هذه الفيديو، كيفاش كتلبس حتى البوش ديالي كيفاش مخدومين وديك وسامبل، ما فيهاش كثره الزواق بزاف وداكشي، يعني سامبل. خريجه غدا شي بلاصه، هذا الناس اللي يعني سورتو الناس ديال الاداره تيخدموا بزاف، تيلبسوا بحال هاد بحال هاد لي تروك بزاف، وماشي الناس ديال البروات، الناس اللي تتمشي عندها واحد البلايصه كتجلس فيها ولا كيمشيو لابسينهم هكا حتى الخدمه عاد كيحيدوا عليهم هادوك، يلبسوا حوايج اخرين. يعني ساهلين بزاف على بورتي وتا لي بري واعرين بزاف. هادو سيرفيطات كذلك اللي وريتكم قبل لي فوتو هنا داز فيديو، هادي كذلك بحال هاد جلابه موطو هنا عندي في اللون بحال بحال الماغون بحال الخزي شويه. مهم راه حتى بعض المرات تصور في التليفون كي شويه كيهرسوا اللون، ويعني الصراحه زوينين انا بعدا عجبوني، كيتلبسوا مع كلشي حتى هما، مع دي بالغين، مع هكا دي موكاسان، مع لي موكاسان كيجيو زوينين بزاف. يعني زوينين هادي في البلو مارين واعره، وكاينين بحال هاد الشكل، وبعض المرات كيكون فيهم دي كابيتشو فورير، داكشي باش سماو جلابه مونطو. كاينين الناس اللي ممكن كيستعملوا كيلبسوا البيسات روميين، يعني مثلا دي بونطالون دي شوميز لتحت، وتيحلو هادو تيخليو هادو محلولين، كيجيو تما واعرين بزاف. يعني مع لي فولاسو دايره فولا ما دايرش فولار، يعني في وقت البرد هذا كتلوحيها عليك وكتخرجي بها، ساهله في اللبسه وانيقه جدا. كاينين هادو، هادو خديت منهم انا في الكرونه، واعرين بزاف. وهذا المقطع الاخير البنات اللي غادي نوريكم هو ديال واحد الجلابه اللي سولوني عليها الناس بزاف بزاف وعجباتهم، وقلت علاش لا مادام انا خديتها وعندي في الدار نوريها لكم اون ديريكت. ها نتوما باش تشوفوا، راه تصور راه هما لا رياليتي، يعني يقدر يكون واحد ديفيرونس في اللون، اما الخدمه تبارك الله داك الشيء مزيان بزاف. هنايا هذه جلابه ديال الدان، يعني في البرد ديما تيخرج الموديلات ديال الدان تيديروا فيه العجب، حتى كنقولوا ما بقاش غيخرج شي موديل كيعاودوا يديروا موديل واعر. توب ديال الدان يعني زوين رطب رطب، ومع العلم انا راه ما عمرني ما زعمت على الوان الفاقعه، اول مره الالوان الفاتحه بزاف هكا ما عنديش معاهم، ما كتعجبنيش وما كنحملش نلبسها. اول مره قلت علاش ما نجربش، فكتجيني مع اللون ديال وجهي تاع الصراحه جات زوينه، حيت هذا ماشي حمار ولا صفار ولا اخضر، هذا داك الكرونه ولكن كرونه متول رائع بزاف. هذه على فكره فيها السنسله ديالها، كاينين وحدين بلا سنسله، هذه بالسنسله حتى لتحت زوينه، فيها هاد لي موتيف هكا في الفوق في الصدر، يعني بالالوان مختلفه كاينين بزاف، وفيها القب ديالها وهاد لي موتيف انا غادي نوريكم ان شاء الله تشوف معايا في الفيديو. هاد لي موتيف اللي كاينين في الصدر هما هادو، كاين هذا بحال الاونتر بيستار ما بين الفيغ والبلو، كاين البلو مارين وكاين الغوز حتى هو زويون، يعني نفس هاد الجهه هي نفسها اللي كاينه في الكوتي الاخر، وبحالهم بحالهم يعني نفس الزواقات، وهذا كاينين في لي مونش، كاينين في الكمام دايرينهم كذلك، يعني نفس الالوان هكا، باش هادو كتبقاي تلعبي بالفولار. كندوي على الناس اللي تيديروا الفولار، كتلعبي بالفولار وديري مراغوز مره في داك الفيغ، المهم كتخدمي بدوك الوينات اللي فيها. وبالنسبه للخياطه اخواتي شي حاجه رائعه صراحه، بحال مصايبه عند الخياط، يعني بيان فيني مصايبه مزيان، ما فيهاش داك هذا خيط مسل، هذا خيط خارج، هذا زوينه بزاف الصراحه. نتوما غادي تشوفوا، والسلسله يعني هابطه حتى لتحت كتجي رائعه. انا شخصيا كنلبسها اما ماما كتجي مع لي بوط، كتجي مع لي بالغين كذلك، دوك لي بالغين سامبل، فيها كذلك لي بوش، لي بوش تما تبارك الله داخلين غارقين، يعني دير فيهم اللي بغيتي، ومخيطين مزيان. ونتمنى فريمون انها تعجبكم ويعجبكم لا فيديو ككل، وما تنساوش ليا جيم 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 وبارطاج على اوسع نطاق، ان شاء الله باش تشوفوا احسن الموديلات. وغادي نرجع معكم للقرايه لان هي اهم من هادشي كامل. الله يستر الجميع، وخليت لكم الراحه وهنا، والسلام عليكم. كانت معكم ان شاء الله ام العبدين، الى فيديو جديد وحاجه جديده، وان شاء الله افاده لكم وليا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نخليكم مازال مع الفيديو، وبسلام عليكم.